طبعا القصة اليوم اللي عندنا غريبة غريبة جدا، طبعا تفاصيلها في كثير منا ما عاشها القصة، حتى بذكر اسم راعي القصة ما عنده مشكلة طبعا يذكر اسمه، وتفاصيل غريبة تحولات عجيبة. تفضل القصة إن شاء الله بإذن الله تعجبك. هذا سلمكم الله شخص يقال له علي المهوس. يقول علي هذا يوم كان عمري 14 سنة، الكلام هذا زمان، يقول كنا ساكنين في مزرعة غرب مدينة بريدة، وكان حال أهلي المادي أقل من المتوسط، كنا شوي نعاني ماديا، وكان ما عندنا شغل أصلا. أبوي ما عنده شغل إلا هالمزرعة، يقوم بأعمال الفلاحة ويسدد اللي عليه شوي ويحاول أنه يوكلنا ويشربنا من هالفلاحة. يقول كل ماله أبوي يجتهد أكثر ويقل دخلنا، تزود حالنا نسول شوي. يقول ذاك الوقت يا لازم أتعاون أبوك، يعني كان عمري 14 بس لازم أعاونه ولا نموت جوع. فيقول كنت أحاول أني أعاونه بس ما في شيء، كان أغلب الحال العوائل ذاك الوقت نفس حالنا، يعني نشهق على التمرة يعني. فيقول منا 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 ما قدرت. يقول جيت ورحت لأم أبوي قلت لي الوضع ما ينسكت عليه، لازم أني أسوي شيء. قال وش تسوي يعني؟ حمالنا نصبر، ربك ربك يعين. قلت لها يا يبا يعني لازم اني اتصرف، يبا يقولون ان الكويت بها شغل، ابروح اترزق الله بذاك واجيب معي دراهمات اعاونك عليها. قال وين تروح؟ وش كويت وترى عمرك 14 سنه توك بزر، وين تروح بذاك؟ لا يا وليدي اقعد بس، اقعد هنا ان شاء الله الله يرزقنا. يا يبا تكفى، يا يبا انا ما انا شيء، يا يبا حجزنا نسوي شيء بذاك، نقوم نصبر الله لين يجي الليل وحنا ما سوينا شيء ولا احد يشري منا ولا يبا. خلنا نروح للكويت. قال لي وليدي وين تروح عمرك 14 سنه بازر تو يا وليدي، ما ينفع يروحون ينطرونك ولا يذبحونك. لا يا وليدي خليك. يقول بثلت ترجع، يا يبا تكفى، يا يبا خل، يا يبا ان شاء الله ما هنال الخير. يقول يومين ثلاث اسبوع اسبوعين، وانا كل يوم اترجى لين وافق. يقول شهقت من الفرح انه وافق، قلت له خلاص يبا تكفى، ودى لحد هالرحلات اللي يودون. يقول جا شالا ودان حد الرحلات، قال بكم تودونه للكويت. قال والله ما معنى كل بحريننا ودنيانا عليها بضايع، لكن سنت بيه يمشي رجل معنا ما يخالف. قال وين رجل توه صغير؟ قال اوعد ما عندنا الا رجل، تبي ولا خلو. قال ها بيودونك رجل، وترى يمكن يجيك شيء وانت بالطريق، ويمكن تنكسر، ويمكن يخلونك، ويمكن تتعب، ترى بتروح رجل للكويت. قلت له يبا ما يخالف ما يخالف، بروح تكفى يا يبا. قال خلاص. يقول ودام معهم. يقول مشينا عانى وغربلة وحر، وننام تحت الذل ونقوم. يقول تغربلت بالطريق لين وصلت الكويت. يقول أنا وصلت الكويت شاكت من الفرح. يقول خلاص الحمد لله الهم اللي عندي هم طريق وطاح. يقول المهم جيت ونمت عند ناس من أهل نجد، قلت لهم أنا توي جاي من المكان الفلاني ودي أنام عندكم بكرة إن شاء الله بدور شغل. يقول نومون عندهم وكلون، يوم صار من بكرة الصباح يقول مرة أطلع وأروح المكان يتجمعون به الناس اللي يبون شغل. يقول مرة جي أقف وارتز بمكان هدور أحد اللي ياخذن يخلينا أشتغل عنده ولا يعطيه شيء ولا يقول لي سوي شيء. يقول أنا جاهز لشغله. يقولوا يجي الليل ولا حد أخذن من الناس اللي يبون شغل. يقول صدمت أنا، كويت كويت وبه شغل. مراجي أرجع للناس اللي أنا جاي منهم اللي أول ما جيت للكويت رحت نمت عندهم، قلت لهم السالفة كيت كيت، أبنام عندكم إن شاء الله وبكرة أروح إن شاء الله أنه بيجي ناس يأخذونه. قالوا خلاص. قال يوم صار من بكرة ما رجع للموقف. يقول طبعا مكان في ناس كثيرين اللي يبون شغل يقفون. يقول يجون الناس ويأخذون غيري وأنا واقف ما حد يأخذن. يقول لا قلت لهم أعرف أشتغل أنا خذون أنا عارف. يقولون لا أنت صغير توك جسمك نحيل ما تقوى أنا بيرجال. يقول يأخذون يأخذون كل اللي بجنبي إلا أنا واقف الحالي بالموقف ما حد يأخذن. يقول من بكرة نفس الكلام ومن بعده نفس الكلام. يقول وجلس أسبوع ما اشتغلت ما معي ولا ريال. يقول طبعا همي بعد قاعد عند ذولا اللي أول ما جيت للكويت قاعد عندهم. يقول أحس أني كثرت عليهم ساكن عندهم واكل واشرب وأنا ما عطيتهم ولا ريال، يا رب فرجع علي.
يقول وقعت 10 أيام، 15 يوم، 20 يوم، تقل مكتف. يقول ما أخذن ولا واحد، ما جمعت شيء. يقول ذاك اليوم أصلي الظهر وأنا ضايق صدري، ما يعلم بحالي إلا الله، جاي من قلاع وأدرين إلى الكويت عشان أشتغل، وأجلس 20 يوم تقل مكتف. أنا وش أسوي يا رب؟ أنا يعني وش أسوي أكثر من كذا؟ فعلت السبب، جيت من قلاع وأدرين. يقول فجالس أصلي وأنا ضايق صدري. يقول انقضينا من الصلاة، مريجي يمسكنا الإمام. قال وش بك؟ واضح إن عندك هم. قلت أي والله، أنا يا عم أدور شغل، أدور أي شيء، أسوي أي شيء. قال يا ولدي وينك وين الشغل؟ توك صغير وجسمك نحيف، شغل يبي كبارين ويبي رجال ويبي ناس قوية. قلت يا عم والله أني أقوى يا عم، جربن جربن والله أني أعرف. قلت طيب أنت الشغل اللي بالأساس وش اشتغلت قبل؟ قلت أنا اشتغلت مزرعة أبوي، وزينا النخل والزرع. يقول كل شيء بالمزارع أعرف له. قلت تعرف للمزارع؟ قلت لي هذا اللي أنا اشتغلت وأعرف له قوة زين. قلت عشان شغلك مو بهنا يا وليدي. قلت وين هو بروح؟ قال المفروض تروح العراق، عراق بالمزارع إن شاء الله إنك تبي تربح، هناك يدورونهم دوارة. ويني وين عراق يا عم؟ ما أعرف العراق. قال وش اللي ما ترى كله 3 أيام 4 أيام وأنت بعراق، بدا العراق. طيب وين اروح؟ منو اللي يودين؟ كان رحله الحماله اللي بذاك يودونك للعراق. يقول قلت له زين ما قصرت يا عم. يقول طلعت من المسجد، وين اروح للحماله؟ ما معي ولا ريال اصلا عشان اروح لامه يودون للعراق. بس دخلت براسي فكره العراق. يقول ها، يقول بديت اسال عن الطريق وكيف ومع وين وش الاقرب. يقول بديت اخذ معلومات. يقول يوم جمعت معلومات قلت بتوكل على الله، بمشي لحالي، بروح لحالي، ما راح مع الحمالة، ما معي قروش، بروح لحالي أهبط كذا لين أصل. قل أصلا ما أنا بخسران شيء، لأني حول الشهر جالس بالكويت ما جمعت ولا ريال، فلازم أروح للعراق، بجرب حظي بروح. قلت برجع أخذ المهم زربة وأحط به ماء وأخذ معي شوي تمر. قلت معين العراق؟ قالوا منا. قلت بسم الله، قل وامشي وأهبط بالطريق. يوم يومين والقى واحد من الطريق واساله معين؟ قال منا. يقول وابتل امشي. يقول مره جي اصل العراق. يقول يوم وصلت العراق مره جي اسال واحد، قلت انا ويني؟ قال انت بالبصره الحين. قلت له حلو، ما تخبر شغل؟ انا ابي اشتغل. قال رح لما السوق دور شغل. قلت وين السوق؟ قال رح منا. يقول وصف لي. قلت مره جي اروح للسوق. يقول وما دخلت السوق مره القى واحد قاعد يشتري اغراض. يقول ما نمسكه. قلت يا عم متى بيشغل؟ قال وش الشغل اللي تعرف انت؟ قلت انا اعرف بالاصل، كنت اشتغلت بمزرعة ابوي، انا اعرف كذا وكذا وكذا. قال توك صغير انت، وش توك جسمك نحيف ما تتحمل الشغل واضح. قلت لا والله يا عم اتحمل، جربا يا عم شهر لا تعطيني ولا ريال، جربا شهر لو جزت لك خلنا اشتغل عندك. قال شفت ترى شهر ما راح اعطيك ولا ريال. قلت لا تعطيني ولا ريال، شهر بس. قال خلاص تعال يلا جيب قشك. قلت ما معي قش، وش اللي ما معي لها الثوب اللي انا لابس والتمر وهالما بس. قال يلا يلا تعال. قام رجع اروح معه لمزرعته. قلت يوم دخلت المزرعه ما شاء الله اثر نخال ودنيا وزرع. يقول كبيره المزرعه. قال لي ترى كل هذه انت لحالك تقدر عليها ولا ما تقدر؟ قلت له الا يا عم اقدر، وش ما اقدر، اقدر ونص. قال خلاص هذه غرفتك، تنام هنا وهذا الشغل تسوي كذا تسوي. يقول يبدا يعلمن. يقول يوم حفظت كل شيء قلت خلاص ان شاء الله. قال تقوم من الصبح بدري. قلت ابشر ولا يهمك. المره جي انام. يقول يوم صار باتر وديه بالمزرعه، رايح جاي رقن النخل نازل مسوي. يقول حالي حاط كذا ومسوي كذا وجايب وجا الليل ونمت وصار من بكره الصبح. يقول واشتغل الدهر اقوى شيء. يقول يوم خلص الشهر اثر مبسوط جدا راعي المزرعه من. يقول ادهرت له قلبت له المزرعه فوق تحت. قال شف يا علي انت عجبت عن صراحه، شف راح اعطيك مرتب بالشهر 7 جنيه اكل شارب. قلت الله يجزاك خير، الله يبيك ضوجك، خلاص تم ما يخالف. قال خلاص اتفقنا؟ قلت ايه اتفقنا. يقول واجلس عنده. يقول يوم جاء الشهر الثاني مر يعطيني 7 جنيهات. قلت
لا لا لا, لا تعطيني اياه يا عم، خله عندك. قال ليش؟ قلت له ابي اجمعهن عندك، ما ابي اخذهن، ما لي بهن حاجه، انا اكل شارب ما اطلع من المزرعه يعني، خلهن عندك. قال خلاص زين. يقول يبدا يجمع راتبي عنده، ما يعطيه ولا ريال. لا خلص الشهر بس، يقول ترى خلص الشهر وحطيت قروشك عندي. يقول طبعا انا اشتغل له شغل، يقول ادهر له عياله ما يشتغلون له هالشغل. وهو للامانه هذا الشخص راعي المزرعه يقول حبا، يقول اني اسوي له كل شيء، يقول حتى لا جاوا رجال يقول انا اللي اطبخ عشاء، ذبيح ذبيحتين يقول انا اطبخه، يقول بديت اسوي له كل شيء وهو حابا يعني. يقول حتى اللي يجون ربعه ومدري ايش وقرايب يقول عرفون علي تعال علي راح. يقول وجهي اجلس عنده 4 سنوات ما شفت اهلي ولا سمعت اصواتهم ولا ادري من هو اللي حي، ما ادري من هو اللي ميت، يقول ما ادري عن شيء. يقول يوم صار بعد 4 سنوات يقول جيت لامه، يقول قلت له يا عم انا لي 4 سنين عن اهلي ولا شفتهم ولا ادري من هو اللي حي، ما ادري من هو اللي ميت، ما ادري وش السالفه، وانا جمعت شوي فلوس عندك يعني، ودي اروح لاهلي اشوف شلون ابوي وشلون امي واخواني، بشوف وش الدنيا عليه. ما يخالف يا علي، طيب كم اللي جمعت عندك؟ قال اللي عندي لك 330 جنيه. يقول انا انصرحت، قلت له خلاص يا عم عطني اياها اروح. قال لا مين كذا 330 جنيه تبي تاخذهم معك؟ يعني المفروض اعلمك شلون تروح. قال شوف تروح لحقين الحملات اللي يودون للقصيم وتروح معهم، ما تروح لحالك، تروح معهم عشان لو قدر الله صار في حنشل بالطريق يصيرون هم معك ويكفونك شرهم. قلت خلاص ابشر سم، هذه نصيحك؟ قال لي بس هذه بس انتبه يا علي ها. قلت ابشر. يقول اخذت منه قروش ودعته ودعت اهله وسلمت عليهم. يقول مشيت. يقول رحت لما الحملات اللي يودون للقصيم قلت لهم بروح للقصيم، كم تودون؟ قالوا نوديك للقصيم اكل شارب ب10 جنيه. قلت الله ب10 جنيه؟ قالوا اي. قلت حق دوام كرف بالمزرعه شهر ونص تقريبا. لا 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 خلاص، يقوم رجلي اطلع منهم. قلت وش انا جاي من القصيم على رجليني الحالي، خل اروح بس الحالي. يقول مراجي ياخذ معي تمر واخذ معي ماء، قلت بروح الحالي خلاص. يقول جزمت، قلت معين الطريق بس. قالوا منه. قلت بسم الله. يقول امسك الخط رجل الحالي، يقول واطلع من البصره واطلع من العراق، يقول متجه للقصيم. يقول وانا بالطريق مر يجي علي الليل. يقول مراجي يقف وانسدح تحت ذيك الشجرة وانام. يقول يوم صار من بكرة الصباح واكمل طريقي مشي، ويجي علي الليل اليوم الثاني. يقول مراجي اقف وانام. يقول يوم نمت ودخلت بالنوم مر اسمع صوت خربش حولي. يقول انا نايم. يقول مراجي اصحى. يقول ما اشوف شيء، الدنيا ظلام. تشو ذيب يا ولد من اللي هنا؟ يقول مر يجي ويطلق النار. يقول يوم اطلق النار نزيت انا، قلت خلاص خلاص انا استسلم، انا استسلم ما معي شيء. يقول مر يجون 3 رجال. قال منين انت جاي ووين انت رايح؟ قلت ما معي شيء، انا جاي من العراق رايح للقصيم. قال وي يعني معك خير؟ وش اللي معك؟ قلت انا ما معي شيء. يقوم مر يطلق مره ثانيه النار. قلت خلاص خلاص ما معي الا هالمحسن، فيه قروشي كلها اللي جامعه لمده 4 سنين، وبروح لاهلي وهم محتاجين. قال هاك بس اعطني اللي معك. قلت حرام عليك والله اني جامعه لي 4 سنين واهلي جوعانين. قال اقول هاك لا اثور براسك الحين، عطني اللي معك. قلت خلاص دوك خذ هذا اللي معي كله. مر يجي ياخذ المحزم كامل ويروحون. وكل اللي جمعته لي 4 سنين راح.
يا رب. يقول طحت بمكان وقعد ترغي، يقول والله العظيم اني اتمرغ بالرمل تمرغ، يقول اصيح اقوى ما عندي. يا رب ليش؟ يا رب انا سويت؟ يا رب اربع سنين وانا اكرف كرف الحمير، يا رب اربع سنين وانا ما كد اكلت تمره حرام. يا رب انا وش سويت؟ يا رب اهلي ميتين الجوع، فرحن اني مجمع هالدراهم وراح اوديهن لهم. يقول اتمرغ بتراب واصيح، يقول تقلب بتراب وانا اصيح. يقول لين جاء النهار وانا صياح صياح لين طلعت الشمس. يقول يوم رفعت راسي اثر عماير الكويت بذا، يقول اثر بجنب الكويت. يقول ما اجي اقوم واروح للكويت، يقول اسحب رجلي وانا شهاق سياح ما وقف معي ليه وصلت الكويت وانا سياح شهاق ما وقف. اوصل الكويت واروح لاقرب مسجد، يقول وادخل المسجد واطيح بالمسجد اصياح اصياح. يقول اذن الظهر وانا صياح ما وقفت. يقول ميت من القهر، يقول جون الجماعة يصلون. يقول وانا اشاهك. يقول عجز تسكت اشاهك. يقول حالهم ينظرون وانا اشاهك. يقول قضوا من الصلاة، يقول عجز اصلي. يقول قضوا من الصلاة طلعوا الناس من المسجد بس ينظرون الناس. يقول انا اشاهك صياح. يقول مريج لمي واحد يمكن عمره 60-55 سنة بهالسنة، قال لي عظم الله أجرك يا وليدي وحس الله يغفر له ويرحمه والحمد لله كلنا على هالطريق. كم رفع راسي لأمه قلت سم، قال عظم الله أجرك الله يغفر له ويرحمه. قلت من هو؟ قال اللي ما يتلك. قلت من هو اللي ما يتلي؟ قال أنت مو ما يتلك أحد. لا يا شيخ ما مات لي أحد، روحتها لا ما مات لي أحد. قال أجل وش بك؟ كلها صياح من قبل الصلاة إلى بعد الصلاة وانت تصيح وش بك؟ قلت له السالفة كيت 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 كيت. قلت له أيوة. قال رح لأمه ارجع وقل له هالسالفة. قلت وين يا عم ارجع لأمه؟ رجل ما قصر معي أصلاً، بعدين هو منبها وقال لي لا تروح لحالك وقال لي رح مع حمله، تبي نرجع لامه وقلني عاندتك ورحت لحالي وسرقت. لا لا يا عم لا ما انا برايح، ما عندك شغل بس. قال اسمع شوري، اسمع نصيحتي، مو بتترك النصيحه الاول وتترك النصيحه الثانيه، اسمع نصيحتي وارجع لامه وقل له بس الكلام. والله علي خلاص زين. يقول قلت أنا تركت النصيحة الأولى وأخذوا فلوسي الحنشب، خل أسمع النصيحة الثانية. يقول رجعت لما العراق ورحت ودخلت البصرة ودخلت السوق. يقوم يجي ويشوفن الرجال صار بالسوق اللي كنت اشتغلت عنده، شافن قال ها وش جابك يا علي بذا ما رحت أنت؟ يقول هو قال هل سلمة انفجرت صياح صياح بسط السوق. وش ب... ليكون اخذوا الحنشر فلوسك؟ يقول الصياح انا وش هاك انت اخذوا الحنشر فلوسي. قال شلون؟ تعال تعال. قام رجل ياخذني يودي لهم بيته. قال وش العلم وش اللي صار كيف؟ قلت السالفه كيت كيت كيت. قال يعني عاندت كلامي ومشيت عكس كلامي؟ قلتي الطمع رحت لامهم قالوا لي بعشرة، قلت انا اولى بالعشرة ورحت الاجر وصار اللي صار. قال طيب حصل خير، طلع ذبيحة الحين واصلخها واطبخها. قلت سم. يقول رحت طلعت ذبيحة وصلختها وطبختها. يقول هو طلع ونادى كل جيرانه اللي بجنبه بالحي ونادى حتى اقربائه عزمهم على الأكل. يقولوا جو كلهم تجمعوا عنده بالمزرعة. يقول يوم أكلوا وخلصوا مري نادين صاحب المزرعة. يقوم رجي لهم. يقوم رجي يقوم ويقف بجنبي. قال يا جماعة الخير أظنكم كلكم تعرفون علي. علي هذا يعتبر تقل واحد من عيالي
ولا كتقصر معي ولا كتقصر معكم حتى أنتم، ولا شفتوا منه إلا كل خير وأنا ما شفت منه كل خير كل هالمدة هاد. علي صار معه كذا كذا كذا، وكل فلوسه اللي جمعه لمدة 4 سنوات أخذوهن الحنشل منه، فأبي فزعتكم تفزعون العلي اللي معكم، لا حد يكلف على نفسه، اللي معكم عطوا علي. قالوا خلاص، قمر يبدون يعطونه شوي، واحد يعطي من هنا 3 جنيهات، واللي يعطي من هنا 4 جنيهات، واللي يعطي من هنا 10 جنيهات. يقولوا في ناس قالوا نبي نشوف ايش معنا بالبيت وراح نعطيه. قمر يروحون، يوم صار من بكرة قمر يجيبون الباقي ذولا فلوس لي بعد. قمر يجمع كل الفلوس اللي جنه، قال لي تعال انا اعرف اتصرف، ما تعرف اتصرف انت. قلت له سم، قمر اروح معه ونروح للسوق ويشتري لي اغراض وملابس لأهلي، أغراض ومدري إيش. يقول أنا متحسر، قلت له أيضاً فلوس، أبي فلوس كاش، شو يشتري لي أغراض ذا؟ قمر يشتري لي أغراض ودنيا لأهلي. قمر يجي يمسك إيدي وروح للقافلة، قال أبيكم تودونه للقصيم كم؟ قالوا ب10 جنيهات. قال ها هاك 10، بس نزلوه بالقصيم ببريده. قالوا ما عليك، نزلوه عند المزرعة حقتهم. قال خلاص. يقول مر يجي ويمد لي 320 جنيه. يقول انا طرت من الفرح، يقول قلت وش من ذولي؟ قال هذا اللي باقي غير الاغراض اللي انا شريت لك وغير حق القافله، عسى الله يستر عليك. يقول جيت وخميت وانا من الفرح، وابدا احبب رجلين ويدين، وقلت والله ما انسى لك هالفضل ذا، والله ما انسى لك هالفضل ذا. قال يا ابن حلال روح الله يستر عليك بس، وانتبه ها. قلت ابشر بعزك انا بنتبه. يقوم رجل يركب مع القافله ونمسك الخط. يقوم ابدا اسولف انا وحق القافله بالمواقف اللي صارت لي، انه راح واخذوا من حنشل وهذا الرجال سوى معي كذا وكي. يقول بديت اقص عليه، يقول اسولف عليه وحنا بالخط. يقول المهم يوم جاء الليل وحنا بالخط، مرنا اقف وننزل الاغراض من القافله وننام. يقول يوم صار من بكره مر نركب الاغراض ونمشي. يقول حنا بالخط قبل تطلع الشمس الفجر، يقول مر نبدأ نسمع اطلاق نار. يقول انا مر تجينا النفاض كسمس، جاك الموت، هذول هم الحنشل مرة ثانية. يقول مر ينطون على الخيول، يقول حقين القافلة. يقول المهم يبدون اطلاق نار يتبادلون هم الحنشل. يقول اطلاق نار، يقول انا متغبي يا رب، يا انا اهج انا وش اسوي؟ اطلاق نار هم الحنشل. يقول بعد اطلاق النار بيناتهم مر يستسلمون الحنشل. يقول جو حقين القافله هجموا عليهم وربطوهم وجابوهم لراعي القافله ذا. يقول انا حمد ربي، الحمد لله الحمد لله، برجع لاهلي سالوا معي فلوسي. يقول مر يجي وينادين حق القافله، رئيس القافله نادان. جيت لهم وقلت سام وش العلم؟ قال انت يوم تقول لي سالفك حقت الحنشل مو بحول المنطقه ذي. قلت له ليش؟ قال يمكنهم هم الحنشل ذولا هم اللي سرقوك. قلت انا والله ما ادري، ما اعرف اشكالهم، انا ما اعرف الا صوته واحد بس، اعرف صوته شكله ما اعرفه، قال انه كان ليل ذاك الوقت ولا شفت وجيههم، ما اعرف الا صوت واحد منهم بس. قال طيب انا بخليهم يتكلمون الحين، شوف ركز انت يمكن يصير واحد منهم. قلت سم. يقول مريجي يتكلم الاول. قلت لا مو بهو. مريجي ويخلي الثاني يتكلم. قلت لا مو بهو. يقول مريجي ويخلي الثالث يتكلم. قلت بس هذا هذا اللي سرقه. يقول مريجي ويحط البارود بذا. قال وين فلوس الرجال؟ قال ما اعرف. يقول مريجي بيرمي. قال خلاص دقيقة لا ترمي، شفه المدفونات بالمكان الفلاني. قلت نعم. قال انت اسكت اصبر، وين مدفونات؟ قال بالمكان الفلاني. قال رح يا فلان ناظر المكان صح ولا لا، والله لو انت تسب لا اثور بك، رح. يقوم يجي يروح واحد من اللي بالقافلة لما المكان للمكان اللي وصف لنا الحرامي. يقول يوم قعدنا شوي مر يرجع الرجال مع هالمحزم حقي شايله. يقول اشوف المحزم حقي، يقول شايله بيده لين وصلنا. مر يعطي رئيس القافله المحزم، قال هذا هو. مر يجدعه علي،
رئيس الخافي قال عد وشوف الدراهم اللي فيه. قمر افتح وحد الدراهم، اثرهن 330 جنيه كاملات، ما نقصهم ولا جنيه. كل ما صدقت. قال حق القافلة يلا مشينا. كل ما سكن بيدي انا 330 جنيه، واللي حطان ذاك 320، يعني المجموع 650 جنيه، يعني حق شغل لمدة 9 سنين. يقول أنا برهن كذا، من مصدق؟ قال لي حق القافلة يلا. يقول وركب مع القافلة ونمشي. يقول وعدهن كل شوي. يقول يجي ناظر حق القافلة ويضحك. كشفت وانت قبل يومين وثلاثة أيام ترغي تصيح صياح، أحمد ربك وتكرهون شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وينك قبل 3 أيام وأربعة أيام؟ الدنيا سودة عندك. والله جاعل هذا الشيء اللي صار لك خيرة لك، وهو كان سودة بالنسبة لك، الآن صار خيرة لك. قلتي والله أنه كان جحيم، ما دريت أن الله ناوي لي هالخير ورا الموضوع اللي كان بالنسبة لي جحيم، لكن الحمد لله صدقت. وتكرهون شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، الحمد لله خير كثير. يقول ماخذ الدراهم ورايحين، يقول وصلنا بريدة، يقول على طول توجهت للمزرعة حقتنا. يقول يوم وصلت المزرعة أثر خاوية على عروشها المزرعة ومتروكة وأهلي هاجرين. يقول مرة أسأل جارنا قلت وين أهلي وين راحوا؟ قال إنه أبوك دخل للديرة، زادت عليها الديون وخلى المزرعة ودخل للديرة. يقوم رجي أتوجه للديرة على طول وأدور أهلي والقاه، وأدخل على أبوي معي هالدراهم 650 جنيه. يقول المهم أخذنا الدراهم ورجعنا للمزرعة وشرينا المزرعة اللي بجنب مزرعتنا ووسعنا مزرعتنا. يقول تطورنا، يقول الحمد لله بدأ الخير يدخل علينا مع كل مكان. سبحان الله. وتكرهون شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا كم موضوع يصير لنا ويضيق صدرنا منه وما ندري الله وش ناوي لنا وراء هالموضوع، سواء رادنا عن شر أو مغبي لنا خير ما ندري عنه. عسى الله